ما انا غلبانة عشان كده بتخوني. غلبانة ايه؟ ده انت مخبلة. لا 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 مش الفايدة، ده كلام حقيقي، متخانق. هو سيدكم يا جماعة، خلينا نشوف المصيبة دي. المصيبة خلاص انكشفت وبانت، وعرفت مين اللي بتخوني معاها، واسمها سناء الشجرة. ايه؟ اللي بيخونك معاها اسمها سناء الشجرة؟ ايوه. مين ده يا كبير؟ مرتي. مرتي اللي انت كنت ناوي تطلعها معايا بانكوك. والله يا كبير، والله والله ما تعدي من كمين واحد من كمين ده. وانت مالك انت يا راجل؟ انت ما تخليك في حالك. مالها سناء الشجرة؟ انت يا بجادك وبتعترف بده عادي؟ بإيه؟ اخص عليك يا كبير، هو ده زوجك؟ هي دي اللي هتسيب مرتك عشانها؟ فيها ايه احلى مني؟ انت يا ولية انت بصي لي هنا، انا بحاكي فيك العقل، المنطق، الكومن سنس. انا حكون مرتي مع عامل سنترال سريلانكي من حقبة السبعينات. ما انتوا سمعتوا حسي على الباب؟ قوم قوم قوم، بعتوا جبتوا له ايه بتاعت الميك اب عشان تغير شكلها الراجل. وايه رايك في الكاركتر؟ واه تتهزر يا بنت، ما يتعملنا الكلام ده. ايه طلع لنا برج خليفه؟ بقول لك ايه، انت ما جيتيش من الباب من اساسه، انت نطيتي من الشباك كيف الحراميه. ولا كلمه يا كبير. توي لنبات نتكلموا فيه، انما انت برضو ما سمعتش عن مراكز الليزر يا كبير ولا البرازيليان وكس؟ انا هقتلك، هقتلك يا فجره. ست مصيب، دقيقة واحدة. ايه ده؟ وكمان جرعة؟ لا 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 يا كبير مش كده، طلقها. خدت الجرعة وسبت ام الشعور، قصرت معاك في ايه؟ يعني اقلع ملط ولا اعمل ايه؟ انت بتخني ليه؟ انطق، ما بتردش عليا ليه؟ عشان عاجز عن الرد من كمية الغباوة اللي عدت ليفل الوحش. مش غباوتك لحالك، غباوتك انت كمان. وانت انا مالي عشان بتتفاعل معاهم. بقول لك ايه، انت اللي زيك ملوش سفر، قدامي على البيت. سيبنا اقتلع قدامي على البيت، قدامي على البيت. خبر، تعال متجوز هالجامعة. ماشي يا كبير.